بعد قرار ضبط قائمة الواردات واحتكار مؤسسة وطنية لمادة الكحول، وجدت العديد من الوحدات الخاصة لإنتاج العطور صعوبات في مواصلة الإنتاج على غرار شركة بازيكوس التي تحاول التأقلم مع الوضع في ظل التهاب أسعار مادة الإيثانول. مشكل يعني اللي ما لقيناش الحل وهو المادة أولية اللي هي الإيثانول اللي ممنوع الاستيراد تاعها. كاين مؤسسة واحدة تابعة للدولة اللي هي تنتج تبيع هذه المادة وما راهيش متوفرة. يعني احنا رانا نعاني كثير في هذا النقص مادة الإيثانول، يعني ناقص كثير. وحنا يعني كيما حوسنا نلقاو الحل ما قدرناش. طلبوا الحكومة تسهيل توفيره محليا او السماح يعني للمؤسسات اللي تستخدم المنتجة للعطور انه تستورد هذه المادة اللي متوفرة في بلدان، يعني بلدان اخرى متوفرة بكميات كبيرة. رغم الندرة الحادة في مادة الكحول، إلا أن شركة بازيكوس رفعت التحدي لفرض نفسها في السوق الوطنية كعلامة مميزة من خلال تطوير أكثر من 15 منتجا للعطور سنويا. في الميدان العطور نطور من 15 حتى 20 منتج جديد، ورانا نعملوا في مجال استعمال المنتجات الجزائرية 100%. على سبيل المثال كل ما هو بلاستيك رانا نصنعوه عندنا في المصنع، ونقصنا كثير من الواردات في هذا المجال. المجال هذا مجال حساس جدا، فبالتالي المعايير العلمية والمعايير اللي تمشي مع هذا المنتوج هذا معايير صارمة جدا اللي ما تسمحناش بأي خطأ. لهذا عندنا مخبر اللي يقوم بمجهودات كبيرة من جعل تطوير كل المنتوجات، منتوج الواحد والآخر، طور منتوجات أخرى كثيرة، أولا باش نمكنوا أنفسنا من هذا السوق هذه، ثانيا باش نحافظوا على حصتنا من السوق الوطنية. مع توجه الحكومة لتشجيع التصدير، افتكت شركة بازيكوس أسواقا جديدة في إفريقيا بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي محليا. بازيكوس الجيرية شاركت في عدة تظاهرات اقتصادية عبر إفريقيا وحتى خارج إفريقيا كذلك. المنظور تاعنا الأول هو يتجه نحو إفريقيا، عندنا علاقة طيبة مع عدة بلدان في إفريقيا. المنتوج تاعنا تقدر تلقاه متوفر على سبيل المثال في الدولة المجاورة تونس بقوة، في المغرب آخر تصدير قمنا به الساحل العاج، وعندنا ثاني رانا نخدموا على مشروع يعني على طلبية للسودان. في الوقت الراهن رانا مركزين على السوق الإفريقية، ولكن أكيد احنا أي فرصة تسمح لينا نعرف بالمنتوج تاعنا وقالوا نسوقه في أي بلاد، يعني راح ننتهزها أكيد. إعادة النظر في عملية استيراد الكحول اللازمة لإنتاج المواد العطرية أضحى ضرورة أو تخفيض أسعارها حتى تزدهر هذه الصناعة التي ستجلب العملة الصعبة وتمتص البطالة، ما من شأنه أن ينعش الخزينة العمومية.